الفيزا ما تتهمنا، المغاربه ما تتهمهمش الفيزا ديال الجزائر. واخا كاع يديروا فابور ويديروا هنايا، راه ما عندنا ما نديروا في الجزائر. واخا انتم واجهوا المشاكل كما تنقولوا بالطريقه، حنا راه ما عمركم تشوفوا لنا المشاكل، وحنا الناس عندنا الناس ديال الدوله وديال الحكومه الحمد لله، الناس مشرفين من هذا المنبر، ناس في المستوى الكبير. غنمشي ندير الجزائر شد الصرا على الدليل على لا مشاكل الجزائري. حنا بعدا اصلا بعدا ما تنشوف، انا شخصيا ما تنشوفش شكون اللي تيحكم الجزائر، الله اعلم. جنود في الخفاء ما تفهموا لا في السياسه لا في حتى شي حاجه. هنايا ما الناس غرباء، هذوك رئيس ديال الدوله ويقول لك غادي ندير زراعه الحليب. زراعه الحليب ما عرفتش كاع باش دار الحليب، باش قال لك زراعه الحليب، واش يسحب له الحليب راه طيلو في الشجره. بالنسبه خويا لهاد المشاكل اللي وقعت بين الجزائر والمغرب، كانوا بعض المغاربه تيمشيو للجزائر بدون فيزا، واليوم صبحنا سمعنا الخبر بالنسبه ان الجزائر دارت فيزا. واشنا هما الاسباب؟ بغينا نعرفوا حنا الاسباب ديال هذه الفيزا اللي دارت. بالنسبه حنا التبادل الحر بين المغرب والجزائر، خاص كل الامور سلميه، ما خاصناش نطيحوا في هذه المشاكل. دونك المغاربه حتى هما غادي ينوضوا تما يخدموا الخدمه ديالهم، حتى حنا غادي نديروا الفيزا وغادي نحبسوا عليهم بزاف الحوايج. من هذا الجانب كما تنقولوا الجزائر راه حشومه وعيب وعار باش تصرفوا مع المغاربه بهذه الطريقه وبهذه العمله كما تنقولوا، راه صعيب عليكم. حنا المغاربه حنا الناس ديال الضيوف، حنا بالنسبه للناس ديال الدولة المغربية الحمد لله ناس ضيوف كبار كما تنقولوا من هذا المنبر، حنا ما تنحبسوا حتى شي واحد الحمد لله، حنا فاتحين الابواب ديالنا، اللي بغى يدخل مرحبا به واللي بغى يخرج مرحبا به، حنا ما عندناش هذا الاشكال وما عندناش هذا البلانات اللي تيديروا الجزائر، حنا راه خاوه الحمد لله. خلوا الامور غادا كما تيقولوا من هذا المنبر، تيقول خلوا الماء منين يدوز، خلوا الامور غادا بواحد الطريقة سلمية، وما المشاكل لاش هذه المشاكل، حنا ما عمركم غتشوفوا منا تنظروا منا المشاكل، حنا الامور ديالنا سلمية الحمد لله. بلاد المغرب تنعرفوا الله الوطن الملك، حنا عندنا الامور ديالنا سلميه الحمد لله، وما عندناش المشاكل الكبار كما تنقولوا في المغرب، وانتوما اللي شخايدين منا واحد العقده اللي خايبه، ولكن حنا الحمد لله حنا كما تدخلوا عندنا المغرب تنتصرفوا معكم بطريقه سلميه. حنا ما عندناش ذوك المشاكل ديال الكراهيه ولا ديال البغض ولا الحسد ولا كذا. من هذا المنبر تنقول لكم الناس ديال الجزائر الله يرضي عليكم والله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تنظموا الامور ديالكم، راه حنا راه بحال يو. دونك حتى حنا غادي نديروا حتى حنا الفيزا ديالنا ونقادوا الامور ديالنا حتى حنا ونحبسوكم، ما عندنا حتى مشكل حتى حنا. حنا ما عمر حنا دابا الجزائر تيجيو تيدخلوا المغرب ما كاينش شي واحد اللي عمر حبس شي جزائري. علاش انتم غتبداو ديروا الفيزا وديروا التخربيق؟ هادشي راه تخربيق، اغلاط كبيره هذه عندكم، الدماغ ديالكم فيه شي حاجه ماشي هي هذيك ربما من هذا المستوى. الله يجازيكم بخير، تنطلبوا منكم تنطلبوا من الناس ديال الجزائر يخلوا الامور بسلميه وسلام كما تنقولوا من هذا المنبر، وحنا المغاربه حنا راه الضيوف الكبار وبلادنا بلاد الخير وبلاد الامن وبلاد الاستقرار الحمد لله، ما كاينش المشاكل، وحنا اللي بغى يدخل مرحبا به، حنا الضيوف الكبار من هذا المنبر تنقول لكم، واللي بغى يدخل مرحبا به، وحنا راه ما عندناش المشاكل كبيره، ما عمرنا غادي تشوفوا منا حنا المشاكل. واخا انتم واجهوا المشاكل كما تنقولوا بالطريقه، حنا راه ما عمركم تشوفوا لنا المشاكل، وحنا الناس عندنا الناس ديال الدوله وديال الحكومه الحمد لله، الناس مشرفين من هذا المنبر، ناس في المستوى الكبير. تنشكروا الدوله المغربيه وتنشكروا المقدسات المغربيه وتنشكروا جلاله الملك محمد السادس الله يشافيه الله يطول ليه العمر ديالو، والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه. الجزائر من حقها دير اللي بغات، غير اما هو راه ما كاينش اصلا مغاربه كيمشيو للجزائر. يعني علاش غنمشي انا ندير زعما نمشي ندير سياحه ولا هادي؟ عطى الله نمشي لتونس احسن، نمشي لمصر. الجزائر تفرض دير شغلها هذاك، غير السلطات المغربيه راه من بعد راه غادي يديروا حتى هما اجراءات ديالهم. كان من الاحسن كان عليهم يديروا حبس كاع ما يجيش المغربي عندي، ماشي بلا فيزا ولا بلا فيزا، مغربي ما يجيش وشكرا. ماشي مهم يديروا فيزا ولا دار، ماشي مهم، ما قاطعين ديجا العلاقات معنا ودا شي هنايا، ماشي مهم. المهم بعد المغاربه واش غادي يديروا في الجزائر اصلا؟ ما عندهم ما يديروا في الجزائر. ها؟ نمشيو لسبليون، هما سبليون حدا، انا نمشيو لسبليون، نفضل انا بعدا نمشي لسبليون وما نمشيش للجزائر. اش غادي هذا عليه؟ وما غاديش نساو ذاك 400,000 اللي لاحوا مغربي نهار العيد الكبير 1975، اللي لاحوا من المغاربه اللي عايشين معاهم تما شدوهم ولاحوهم، وهذا راه التاريخ راه مسجل عليهم. هنايا ولحوم، والغريب في الامر هو نهار عيد الكبير.
صباح ديال العيد الكبير لنا خلاهم تشراو الحوالة وشدوهم صدروهم خلاهم ما عيدوش في الجزائر، لحوم الحدود المغربية، لحوم الوجدة، هذا هنايا سميتو هنا انا اللي تنطلبوا خصهم يعطونا بعض التعويضات على ذوك المغاربة اللي لاحوا لهم اللي ما عطاهمش خرجوهم بلا فلوس. كاين اللي عنده كونت في البنكه، كاين اللي عنده الارض ديالو، كاين اللي عنده هذا بحال واحد دوزو في التلفزيون بشحال هذا عنده اوتيل 5 ايطوال ولا 4 ايطوال في العاصمه الجزائر. هذا هو ما عندنا ما عندناش مشكل يديروا الفيزا ولا يديروا اش غندير فيها؟ ما عندي ما ندير فيها. انا قلت لك الا بغيت نمشي بغيت نمشي في صبليون، نمشي في صبليون وما نمشيش للجزائر، اش غندير في الجزائر؟ ما عندي ما نجي في الجزائر. وزيدون هنايا الشعب الجزائري مغربي نقولوا خاوة خاوة كما تيقولوا، هنا المغرب الجزائر الشعب المغربي ولا الجزائر بحال بحال، ولكن الحكومة ديالهم اللي جايين الحكومة هنا ديك الحكومة اللي أدى هذا اللي كاين هذا هنايا هذا اللي كاين من جد طب أنا راه تاتي ما غادي يزيد والو ما غادي يزيد حتى شي حاجة هنا، يديروا الفيزا ولا يديروا اللي بغاو يديروا هنايا هما هذا سميتو ما عندها حتى علاقة بسميتو هنا. حدا ديجا حابسين الطيارة ما دوش من فوق المغرب وكيفاش يدهنوا الفيزا باش غتمن هنا داروا الفيزا أو ما داروش غير يديروها هنا ما تهمناش ما الجزائر ما تتفهم منها حتى شي حاجه واش حنا المواد الغذائيه تدخل من الجزائر بالعكس راه المواد الغذائيه تتمشي للجزائر ما تتمشيش دابا تتمشي على حسب على طريق موريتانيا تدخل موريتانيا وتدخل الحدود الموريتانيه الجزائريه هذه المواد الغذائيه كلها تتمشي من المغرب وهما تيحيدوا تيشوفوا التيكيت تاع المغرب صنيعه في المغرب تيحزولوها ويديروا فيها الجزائر صنيعه في الجزائر تيقلبوهم ما دوك الناس غادي يأثر عليهم هما ديجا مأثر عليهم العربية والمغاربية الوحدة والتضامن وكفى من صراع الأنظمة لأن هذه مسألة صراعات دي كونفلي أونتر ريجيم دي كونفلي أنتاغونيزم أونتر ريجيم بوليتيك لنخرج من الصراعات ونتحد لما فيها لأننا نحن ضعفاء أما بغي المجرمين الأعادي يجب أن نحصن أنفسنا بالعلم والاقتصاد كما فرضوا الفيزا كذلك يجب من ناحيتنا أن نفرض عليهم الفيزا حينما كان يأتي الشباب الجزائري منذ 20-30 سنة ورانا كبير السن ويحومون ويسيحون كانوا يبحثون فقط ما ينقصهم تما عرفتوني فما كان فما هي فائده المغاربه على المستوى الثقافي والحضاري والتواجد البشري كان ياتون فقط من اجل غرائز بهيميه لانهم يفتقدونها في بلدهم وهذا الشيء كان يؤلمني راه انا في العام جاي وصلت 80 سنه هذا الشيء كنتكلموا كان عندي انا راجل عندي 50 سنه وثم عموما العرب مهددون بالكلية بشمولة من طرف أعدائهم الذين يبيتون لهم النيئات السيئة بما في ذلك التبديل والتشتيت. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.